اللي بيطبخ وبياكل الطبخة بعد. طيب مخرجنا الغالي محمود، سعيد جدا يا أخي بأسلوبك الراقي والعمل معك، أنت شخصية جميلة يا محمود. طيب اليوم طبختنا عزيزي المشاهد، مش الطبخة سهلة ولطيفة خفيفة المقادير مثل ما هي طالعة لكم على الشاشة، مكرونة سباجيتي وبصل وطماط ومعجون طماط وثوم ودجاج والبهارات. طبعا أنا بكون مساعد ثاني للشيف الجميل المبدع طاهر، وبساعده وبقطع له، هو بس عليه يحرك. ايش رايك يا طاهر؟ الله ايش رايك يا طاهر؟ اكيد شغلوا لنا شيء للطاهر يا جماعه، خلوا طاهر يستانس. طاهر انت لا تشغل نفسك، انا قطع يا روحي انت، بس انت بس حط الزيت، انت مثل الشاشه، اعطيك الجوال تقرا تدق على اللي تبي. لا لا ترى مصرح لك اليوم، ما شيء ما هو مصرح لغيرك. يحقح والله يستر يعديني ها طاهر ايش رايك؟ وين الزيت؟ وين الزيت؟ وش تبي طاهر؟ طاهر ها حبيبي يا عين اخوه، اني احبك يا سيد. الله يحبك يا عين اخوه. شو اسمع ها تحرقنا يا طاهر؟ لا تبين نموت؟ طاهر وش علوم اليوم الوطني العماني؟ ما شفت الليلة؟ ليش ما جيتني في الليلة؟ والله ودي اجيك، ودي اجيك بس انا ما عزمتني يا طاهر. لا والله اني عزمتك. متى عزمتني طاهر؟ انا في المطبخ. والله عزمتني؟ ايه يمكن سقطت. يمكن نسيت انت. لكن يلا انت غلط انا ما اقدر. عد 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 الليلة، عدها عدها ما دريت. ها عدها ما دريت ها هو لو بتنعاد.